إذن تحية رياضية وأهلا وسهلا بكل اللي عم ينضموا لنا. رح أكون معكم ببث مباشر اليوم طيلة النهار من نادي الرياضة بيروت لكل الفئات العمرية من دون 10 سنوات وصولا إلى ما فوق 18 سنة. رح بلش مع كاتيجوري أندر 10 جيرلز سيلينا كردي. إذن مع المشتركة الأولى سيلينا كردي بفئة ما دون 10 سنوات للبنات انتظار انطلاق انتظار انطلاق لكان ال انتظار انطلاق لكان ال سكيلز تشالنج و 3 بوينت شوتينج كومبيتيشن. انتظار لكن رح يكون مع اللاعب سيرينا كوردي، لكن رح يكون في كلمه قبل انطلاق المباراه عم تدعي الجميع انه للحفاظ على ابتعاد التباعد الاجتماعي والسوشيال ديستانسينج، وبالتالي يعني كمان اليوم حفاظا على السلام العام وتنفيذا لقرارات وزاره الصحه ومجلس الوزارات كله كرمال السلامه العامه. ذكر انه هيدي البطوله عم تصير تحت اشراف الاتحاد اللبناني لكره السله ومن تنظيم سبورتس مانيا بعد انتظار انطلاق السكيلز تشالنج. اليوم عم يتابع المباراة او تبع التورنمنت رئيس نادي الرياضي الحاج مازن طبارة. رح اكون انا معكم من انتر ميلان عم رافقكم على تعليق طيلة فترة النهار. كنا مع شكيب عفون يلي كان عم بيتلي كلمة قبل انطلاق السكيلز تشالنج. رح نرجع نبلش اذا مع المشاركة الاولى سيلينا كردي. المشاركة الاولى بهيدي الفئة هي سيلينا كردي عم تتخطى مرحلة الستارت لاين لتتخطى مرحلة الكونز. سيلينا لتروح باتجاه البايو اويل ليوب عم بتسجلها بنجاح. سيلينا لهلا وقتها 16 ثانية من الوقت هلا مرحلة وضع السيركل على الكونز لتروح بمرحلة الرانك باسنج سيركل لتابع وتروح الى تسديدة كاستانيا 2 بوينت شوت. لهلا وقتها صار 32 ثانية 32 سكند بتاخذ التسديدة بتضيع المحاولة. هون عليها انه تتابع من تحت السلة مع الباك بورد لتنهي هيدي المحاولة وتتجه باتجاه لمعوض 2 بوينت شوت. بحال سجلت بتحصل على النقطتين بتضيع هون كمان المحاولة. عم بتابع مع الباك بورد كمان عم بضيع المحاولة لتقدر تسجل وتنهي وقتها ب 57.24 ثانية. ليا بدوي. اذا مع المشتركة اللي هي ليا بدوي عم تنطلق ليا من الستارت لاين لتروح باتجاه البايو اويل ليوب. عم تقدر تسجلها بنجاح وتنتقل من بعدها لوضع السيركل على الكونز لتوصل باتجاه المعوض عفوا باتجاه رانك باسنج سيركل لتروح باتجاه سريعا من بعدها الى كاستانيا 2 بوينت شوت. هون عم بضيع المحاوله مع الباك بورد عليها انه تتابع من تحت السله وهذا الشيء اللي عم تعمله. عم تقدر تسجل لهلا وقتها 37 ثانيه. سلينا حققت 57.24 ثانية. هون كان أنا كمان ماشيين أكيد مع الأعشار. هون عم بتسجل مع الباك وورد معوض 2 بوينت شوت لتنهي وقتها ب 45.69 ثانية. سجلت نقطتين بصير وقتها 43.69 ثانية. نايا دياب. المشتركة الثالثة هي نايا دياب. رح تكون عم تنطلق من أثناء نايا اكيد مثل ما شايفين قدامنا على الشاشه التباعد الاجتماعي مفصول جوبتنا الرياضي بطبيعه الحال عيال موجوده كلها مع بعضها كمامات موضوعه كل الامور اللوجستيه يعني لحسم هذا الموضوع موضوع التباعد الاجتماعي كلها موجوده. عم تروحوا باتجاه البايو والليب عم تقدر تسجل محاوله نايا لتنتقل لهلا الى مرحله السيركل كونز. لهلا الارقام اللي تحت التحقيق بالوقت عم نحكي سيلينا كوردي قدرت تحقق 57.24 ثانيه. ليا بدوي 43.69 قدرت تتخطى مرحله رونيك باسنج. اذا سجلت تزيد كاستانيا معقول تحسب من وقتها ثانيتين بتضيع المحاوله. هذا الشيء اللي عم تعمله عم تقدر تسجل محاوله وقتها لهلا 40 ثانيه. اذا سجلت هون تسديده معوض تحسب من وقتها ثانيتين.
هل هذا الشيء رح بيصير كمان هون عم بضيع المحاولة ايه؟ عم بتابع هون من تحت السلة وعم بتقدر تسجل لتنهي وقتها لهلا 50.48 ثانية. تالا مشموشي المشتركة الرابعة تالا مشموشي بعدنا من بفئة ما دون 10 سنوات للصبايا للبنات بالنادى الرياضي بفكر اليوم رح نكون معكم كل النهار تالا مشموشي عم تنطلق إذن من مرحلة الستارت لاين لتروح باتجاه البايو أويل ليوب عم بتابع هون وقدر سجل بنجاح الليوب ننتقل من بعدها لوضع السيركل على الكونز تتخطيها بنجاح لتوصل الى مرحلة الرانك باسنج سيركل اللي كمان تخطيها بنجاح لتروح باتجاه الكاستانيا تو بوينت شوت اللي عم بتضيع برمت برمت وطلعت لبرا عليها انه تتابع هون ما ضروري تتابع بلاي اب عليها بس مجرد انه تسجل مع الباكورد ما ضروري يكون في لاي اب يعني عم تاخذ وقت كثير هون تروح تطلع عم تعمل لاي اب هالمره بتقدر تسجل لكن طلق سريعا باتجاه لمعوض 2 بوينت شوت كارير يعني اذا ضيعت المحاوله ضيعت تسديد كاستانيا بس عليها انه تسجل من تحت السله ما ضروري تعمل لاي اب يعني هيدا الشيء عم بكلفها وقت لتالا تالا بتحسم الامور لهلا وقتها دقيقه او دقيقة وخمس ثواني ياسمين ترجمان لهلا بالمركز الأول ليا بدوي ب 43.69 ثانية نايا دياب بالمركز الثاني ب 50.48 ثانية بعد ذكر الأمور ما انحسمت النتائج ما انحسمت عم نحكي على أرقام أولية بتحسمهم كلهم ياسمين ترجمان ياسمين عم بتضيع كانت البايو اوليوب عم بتابع من تحت السله كمان عم بتضيع الفئه اللي من بعد هيدي الكاتيجوري هي فئه ما دون 10 سنوات للشباب هالمره بتقدر تسجل المحاوله لهلا وقتها 32 ثانيه 32 سكندز عم تنتقل لتروح باتجاه الرونيك باسنج سيركل اللي عم تخطيها بنجاح وقتها لهلا هو 52 ثانيه سجلت تزيد كاستانيا سجلت تزيد كاستانيا تحسب من وقتها ثانيتين لتروح باتجاه لمعوض 2 بوينت شوت تاخذ التسديده بحال سجلتها كمان تحسب ثانيتين بضيع المحاوله مع ناقص ثانيتين لهلا عم بضيع محاولة معوض من تحت السلة تخطت الوقت يعني اللي كان عليها تخطيه لهلا مع دقيقة 16 ثانية وبالتالي المركز الأول هو اللي ليا بدأ ب 43.69 ثانية ونايا تابع ب 50.48 ثانية هون خلص عليها أنه تتابع لتوصل إلى مرحلة الفينش لاين لكن هي مصرة أنه تضلها تسدد تقدر تسجل ياسمين ترجمان لتنهي وقتها دقيقة و 38 ثانية إذا المركز الأول لليا بدوي ب 43.69 ثانية المركز الثاني لنايا دياب ب 50.48 ثانية وبدي أطلب من رئيس نادي الرياضي الحاج مازن طبارة يكون عم يعطي الميدلز للفائزتين بالمركز الأول والثاني